ايوه اخيرا اكتشفنا الغرفة السرية. اوه واخيرا راح نشوف شنو موجود خلف الجدار هذا. يلا جاهزين؟ اوكي 3 2 1. واو ايوه اخيرا راح اوصل للمكان السري واكتشف شنو موجود داخله. يا ساتر يا شباب وبنات، شوفوا الخريطه هاي السريه داخلها مكان خرافي. انا سمعت يقولون اكو غرفه سريه داخلها كثير دايموند واميرالد وجولد، يعني غرفه راح تخليني اصير اغنى الاغنياء. بس وين موجود هذا المكان السري؟ انا ما اعرفه بصراحه، بس هاي الخريطه عندي. وين انا اكو علامه مال اكس تشوفونها موجوده على على البيت العراقي، هاي موجودة العلامة. يا ساتر لا يكون المخبأ السري موجود بالبيت مال العراقي. يلا يلا خلي اروح اني، يلا ليتس جو ليتس جو، خلي اروح واشوف شنو راح يصير. اوه والله اني بديت اقترب شباب بنات، تشوفون بديت اقترب اني من هاي العلامة. يلا يلا ليتس جو ليتس جو، يلا وصلنا اني الحمد لله والشكر. اوه ماي جاد والله وصلت. شوفوا شوفوا شباب بنات، اني وصلت للمكان السري. السلام عليكم، فتحوا الباب، منو هنا؟ عائلة العراقي. منو منو بالباب؟ اني صديقكم اوغا. اوغا اوغا اهلا وسهلا، تفضل. اوكي اوكي السلام عليكم، شلونك عمو؟ شخبارك؟ الحمد لله والشكر بخير. انت شنو اجيت تريد من عندي؟ بصراحة اني اجيت اريد اتكلم مع زوجك. وين زوجك جويسم؟ اوه زوجي جاسم موجود بالمحل ماله، اذا تريد اروح له. بس ليش اجيت له؟ شو تريد؟ اني عندي هاي الخريطة السرية تقول انه بيتكم هذا اللي هنا علامة الاكس داخل مخبأ سري. لا لا انت غلطان، ماكو مخبأ سري. لا والله العظيم اكو مخبأ سري عندكم. حمدية قولي وين المخبأ، اني اريد اكتشف شنو داخله. طيب روح اتكلم مع زوجي بالمحل وشوف شنو يقلك. اوكي اروح لزوجك، يلا مع السلامة، يلا باي باي. اوكي شباب بنات والله صديق، يعني راح نكتشف المخبأ السري مالتهم. اوكي خلي نروح لهذا جويسم، موجود بهذا المحل. طبعا جويسم هنا يشتغل، عنده محل مال ادوات، يبيع بيكاكس واكس وشفل ويعني ادوات خرافية. يلا يلا وصلنا شباب بنات. اوكي اوكي واو والله شوفوا الادوات اللي عنده الخرافية، ما شاء الله كثير ادوات عنده هنا. هي 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 شو عندك دخلت المحل؟ منو انت؟ عمو جويسم اني جارك اوغا، عرفتني؟ اوه اوغا اهلا وسهلا يا اوغا، بس قولي شو عندك جيت هنا؟ بصراحة اني اكتشفت خريطة سرية وتقول هاي الخريطة السرية انه اكو مكان سري بيه كثير موارد. اوه حلو، يعني انت لقيت او اكتشفت المكان السري مو؟ لا لا بعدني ما اكتشفته، واني اريدك تساعدني وتقول لي وين مكان المخبأ السري حتى اروح واكتشفه. اوه حلو، شوف انا بصراحة اعرف وين المكان السري يا اوغا، بس اذا تريدني اساعدك تعال خلي اتكلم وياك. شنو شنو؟ اذا تريدني اساعدك اكو هنا ثلاثة مهمات او اربع مهمات، اذا تسويهن كلهن بشكل صحيح وناجح راح اساعدك واقول لك وين المخبأ السري، بس ممنوع تقول لاي شخص بالمكان السري بس تعرفه. اوكي اوكي شباب بنات اني موافق، راح اسوي لك المهمات مقابل تساعدني وتقول لي وين المكان السري. اوكي هسه روح خلي الخريطة السرية مالتك بذاك الصندوق بسرعة. اوكي اوكي راح اخليها بهذا الصندوق، شوف خليتها هنا. يلا هسه اللي اريده من عندك تسوي المهمات، واي مهمه تفشل بيها راح اطردك وما اساعدك، لازم تنجح بكل المهمات. اوكي اوكي والله العظيم راح انجح بكل المهمات وما اخلي اي مهمه تهزمني، كلهن راح اهزمهن. اوه والله كفو، يلا سوي المهمات ولا تتكلم بعد. اوكي اوكي هاي المهمات مو؟ ايه يلا سوي اول مهمه. اوكي اوكي انتظرني هنا انا، خلينا نشوف شنو اول مهمه. شنو هاي المهمه؟ صعبه هاي، خلينا نقرا. خلف علم السعوديه، المهمه الاولى لازم اروح خلف علم السعوديه، بس شنو موجود هناك؟ شوف حبيبي اوغا، خلف العلم السعودي طبعا تحياتي لكل اخواننا واحبائنا واخواتنا وامهاتنا وابائنا من المملكه العربيه السعوديه، ارحبوا تحياتي لكم يا الاساطير.
اوه صحيح، تحياتنا الجيش السعودي الاسطوري ولكل المتابعين والمتابعات. اوكي اوكي يلا شوف حبيبي، اريدك هسه تروح خلف العلم السعودي العملاق الاسطوري، راح تلقى خلفه صندوق، جيب الصندوق او جيب الاغراض بالصندوق وتعال بسرعة. يلا اوكي تستاهل هلا والله شباب بنات. سبحان الله، اول مهمة كانت المهمة السعودية. اوكي وينكم يا جيش السعودية؟ هاي المهمة هي مهمتكم. يلا يلا خلي نروح خلف العلم السعودي. اوكي اوكي سارعي بالمجد والعلياء واهتفي بخالق السماء. بعد ما حافظ النشيد الوطني مالتهم، اسف بس اوكي النشيد مالهم خرافي وحلو. اوكي يلا يلا خلي نكمل المهمة مال العلم السعودي. هو أني من وين رحت؟ لا طريق خطأ، طريق خطأ. أوكي الطريق هذا خطأ يا شباب ويا بنات. يلا يلا أوكي. طبعا العلم السعودي أكو علم عملاق موجود بهذا العالم، إيه من هذا الطريق. واو هذا الواتساب العلم السعودي هناك، يمكن جاي تشوفونه. إيه ذاك العلم السعودي. طبعا شباب بنات إخواننا من المملكة العربية السعودية وينكم؟ خلينا نشوف هل أنتم موجودين أو لا. اللي من السعودية يضغط لنا لايك ويكتب بالتعليقات هو من السعودية. أوكي يلا 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 احنا وصلنا، وصلنا للعلم السعودي. اوكي خلي اقول لكم معلومة تفيدكم عن العلم السعودي. العلم السعودي اللون مالته اخضر، اوكي، وموجود عليه هنا السيف او شعار او علامة السيف، وهنا مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله، اوكي اللي هي شهادتين. تمام هاي معلومات تفيدكم عن العلم السعودية. اوكي يلا اوه والله لقينا، قال خلف العلم السعودي. اني خلفه شنو موجود هنا؟ هو صندوق، وصندوق دايموندي، هذا دليل انه العلم مال السعودية اسطوري. يلا خلينا نشوف هاي شنو. باور انا ارمر هيلمات، ما ادري شنو شباب بنات. يا ساتر شنو هاي؟ اوكي اوكي يا ساتر شنو هاي الاداة؟ اني اوه يا ساتر هاي لا تكون الخوذة السحرية. اوه والله خوذة الرجل الالي السحرية، خلينا نجربها. يلا بسم الله. اوه شنو هاي الخوذة الخرافية؟ شوف القوة مالتها. يا ساتر والله خوذة قوية هاي. وين كانت موجودة؟ كانت تحت العلم السعودي الاسطوري. اوكي يلا يلا خلي انزعها ونروح نكمل المهمة الأولى. طبعا احنا حاليا عندنا كم مهمة راح نسويهن وننجح بهن ان شاء الله ونفوز بالتحدي ونكتشف المكان السري اللي بيه الغرفة السرية. يلا ليتس جو ليتس جو. هاي شنو؟ وات؟ اوه مهمات قديمة. تمام شباب بنات هذا المحل مال الفرن اذا تتذكرونه. يلا مو مشكلة. اوه هذا الانفجار شنو؟ اوه ذكرت هذا اكو واحد مجهول بالسيرفر يسوي مشاكل، اني ما اعرفه منه. يلا يلا مو مشكلة. يلا اني وصلت، اني وصلت الحمد لله والشكر. عمو 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 كملت المهمة. هي 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 على كيفك، لا لا يسمعونك الناس. اني مو قلت لك ما اريد اي واحد يعرف؟ اي صحيح صحيح ما حد راح يعرف ان شاء الله. هاي المهمة الاولى كملتها، شوف الخوذة الاسطورية جبتها. اوه حلو، هسا اريدك تسوي المهمة الثانية بسرعة. المهمة الثانية اي صحيح، المهم الثاني المحل الازرق. شنو هذا المحل الازرق؟ هذا المحل الازرق مال الماء. شنو ما تعرفه؟ روح تلقى داخله صندوق او غرفه مخبئينها، جيبها وتعال بسرعه جيب الاغراض. اوكي عمو اوكي خلاص انتظرني هنا. اوكي المحل الازرق صاير من هذا الاتجاه، ما اعرف اذا راح تشوفون المحل الازرق او لا. اوكي اللي هو المحل المائي او المحل الثلجي، تشوفونه هذا هو اللي هو بحرف الام. اوكي يلا مو مشكله. خلي نروح ونكمل المهمة هاي الأسطورية يا شباب ويا بنات. يلا ليتس جو. هاي شنو؟ بيتزا؟ اي والله بيتزا، والله أنا أحب البيتزا. أوكي اللي يحب البيتزا يضغط لايك، أو اللي ما يحبها يضغط لايك. هم تمام. أوه شنو هاي؟ كثير أسطولة، سطل مال ماي أو دلو مال ماء. أوكي يلا وصلنا إحنا هنا. أوه يا ساتر هذا إيش جابه هنا؟ هذا هذا منو الشخص؟ شنو عبالك؟ اني ما ادري بيك راح تجي. ها انت مو كنت بالمحل اللي جابك هنا؟ ما لك علاقه. اوكي يلا بسرعه روح كمل المهمه. تمام تمام راح اكمل المهمه. يلا يا الغبي. اوكي شباب بنات يا رب يا رب، هاي هنا الغرفه مو؟ اوه شنو؟ اوه رجعها، هاي ممنوع تسرقها. ما لك علاقه. اوكي اوكي يا شباب ويا بنات خليه يهرب، اني خليه يهرب ليتس جو. اوكي اوكي هاي شنو؟ شنو هذا الجهاز؟ اوه درين، احنا نسميه درين بالعراق. هذا شو اسمه؟ سكوري ما ادري سكور ما ادري شنو، جن. اوكي مسدس. هذا اللي يربط البراغي.
اوكي عرفت. هاي شنو؟ وات؟ هاي شنو؟ واو لوحة سرية. اوكي شباب بنات يلا مو مشكلة خلي نروح نكمل المهمة الثانية الاسطورية هاي. انا هم زين كملت المهمة هاي. اوه هاي شنو؟ وحصلت هذا المسدس احنا نسميه درين بالعراق بس هو اسمه دريل دريل ما ادري شنو. اوكي اللي يعرف شنو اسمه يكتب بالتعليقات. يلا مو مشكلة كملنا المهمة الثانية الحمد لله والشكر. هسه اللي بقى عندنا يا شباب ويا بنات شغلة وحدة اللي هي نروح للمخبأ السري ان شاء الله يا شباب ويا بنات. اوكي وهاي شنو لحظة. اوكي اوه هاي كراسي هنا أنا. يمكن كانت عائلة قاعدين هنا أنا وياكلون. اوكي اوكي يوم 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 اوكي مو موضوعنا هذا مو موضوعنا. يلا ليتس جو ليتس جو خلينا نكمل المهمه هاي. هي تعال بسرعه. اهلا اهلا عمو حمديه شنو شكو شكو ايش تردين؟ ايه بشر هل لقيت المكان السري او لا؟ لا لا بعدني ما لقيت المكان السري بس ان شاء الله راح اكمل المهمات حاليا واحصل المكان السري الاسطوري يا عمو حمديه ان شاء الله نحصله. اوه خلاص خلاص اني اعتمد عليك من تكتشف المكان السري خليني اشوفه. اوكي 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 حمدي تستاهلين مع السلامه يلا الله وياك. اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون اني مستحيل اخلي حمديه تكتشف المكان قبلي اني راح اكتشفه لوحدي واحصل الاغراض الي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلي نروح نكمل المهمه هاي اللي هي سكريو ما ادري سكو ما ادري شو اسمها هذه. اوكي مو مشكله يلا وصلنا. والله كفو نجحت بالمهمه مو اي نجحت. شوف هذا الدرين ما ادري ايش اسمه شوف 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 اوه والله كفو. اوكي يلا خليه بمكانها بسرعه. اوكي خليته هنا. انا هسه بقت عندي المهمه الاخيره مو لا 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 شنو المهمه الاخيره بقت عندك بعد مهمتين شنو انت صاير غبي؟ وين المهمتين؟ ماكو مهمتين فقط مهمه واحده اللي هي هاي. لا 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 انت غلطان بقت عندك مهمة ثانية اللي هي اوه وشنو هاي المهمة؟ اني ما اعرف قول قول اني ما اعرف والله العظيم. انتم شباب بنات ايضا ما تعرفون مو؟ اوكي شوف هنا انت سويت المهمة الاولى اللي هي خلف العلم السعودي. المهمة الثانية ايضا سويتها اللي هي المحل الازرق. تشوف هاي الادوات انت جبتها صح لو خطأ؟ اي صحيح صحيح. طيب هنا بقت عندك المهمة الثالثة اللي هي المسبح العملاق. لازم تروح تسرق المسبح العملاق. اوه ويعني بس اسرق المسبح العملاق وانجح بالمهمات وتعطيني المكان السري او تقول وين موجود؟ لا 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 انت ما تعرف شنو جاي يصير. هنا عندك بعد لوحة. هاي اللوحة بيها مهمة خفية مهمة اسطورية. اوه وشنو هاي المهمة الخفية الاسطورية؟ انا ما اعرفها لازم تقول. المهمة هي هسه لازم انت وكل المتابعين لازم تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات ولازم يوصل الفيديو 20,000 لايك واذا ما وصل ما راح تشوف المكان السري. خلاص خلاص يلا شباب بنات هاي المهمة الاسطورية الخفية السحرية هاي الكم. اي والله شكل اكو لوحة هنا. فشباب بنات هسه لازم كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات تم حتى نعلى. لا خلاص ما تكتبون تم اريدكم تكتبون شغلات خرافية خليهم يكتبون بعرورة اني اموت على البعرور. خلاص يا بنات كتبوا بعرورة. اوكي يلا يلا ليتس جو لايك واشتراك. يلا خلاص خلاص لايك واشتراك. هسه يلا تعال ارجع يا اوجل كمل المهمة هاي الثالثة مال المسبح العملاق. شنو عبالك نسيتها اني؟ اوكي اوكي راح اسويها يلا بسم الله. اوكي كملنا المهمة الاولى والثانية. المهمة الثالثة اللي عندنا المسبح العملاق يعني بس اروح اسرقه وان شاء الله نحقق الحلم مالتنا. شنو الحلم هذا؟ اقصد يعني نكتشف المكان السري. اي نكتشفه. يلا يلا سوي المهمة. اوكي حبايبي يلا خلي نروح. وين المسبح العملاق؟ عندنا هناك مسبح وهناك مسبح وهنا مسبح
وهناك مسبح عملاق. اوكي خلينا نروح اول مره لهذا المسبح المسبح الصغير، مو مصباح، مسبح. خلينا نصعد ونجرب المسبح هذا الصغير، وبعدها نروح نشوفكم المسبح العملاق شلون يشتغل. يمكن انتم شايفين المسبح العملاق بغير حلقات، بس هاي المره راح تشوفون شغله اسطوريه. يلا واحد، هلا والله، سمعون الصوت؟ سمعوا سمعونه؟ والله الصوت نطيطة حلو. يلا واحد اثنين ويها. اوكي سويت 360 اللي هي 360 يعني درجة، يعني نفترض هيك بالسماء وي هيك نفترض. اوكي وي وي اوكي اوكي خلاص وانا من رايح. اوكي من هنا يلا ليتس جو. اوه والله هذا المكان بينفجر قوي. يلا مو مشكلة شباب بن. اوه شنو لحظة، هذا منو؟ والله اول مره اشوفه وما اعرف اصلا منو هذا. بس مو موضوعنا، احنا موضوعنا اليوم كلش بسيط وحلو يا الاساطير. احنا راح نسوي لا بدت تمطر، شنو هذا حظي؟ بس يلا مو مشكله، هذا نذير شؤم، نذير شؤم، يعني اكو شيء خطير راح يصير يا شباب يا بنات. او اتذكر اكو صندوق. ايوه يبا يبا همزي ما متت. والله شفت الصندوق، والله العظيم شفته اني. اوكي اكو صندوق هنا تشوفونه، هسه راح نروح نفتحه. او يا ساتر البرق، هسه راح نفتحه ونشوف شنو موجود داخل. اني بصراحه اي دونت نو، انا لا اعلم. اذا اطيح يمكن اموت، فراح اخاطر شباب بنات. شوفوا اذا متت ما تضغطوا اللايك، واذا اموت يعني شنو يعني اذا اعيش تضغطوا اللايك، واذا اموت لا تضغطوا اللايك. يلا واحد اثنين ثلاثة اوه على اخر قلب. يلا شباب بنات احنا اتفقنا اضغطوا لايك. خلينا نشوف شنو داخله. فارغ ما يسوى شباب بنات، والله توقعت اكو داخله شيء. بس اوكي اوه والله الارتفاع كان عالي. يلا يلا خلينا نصعد ونروح لش اسمه نصعد الاعلى المكان هذا، يعني نصعد الاعلى مكان ان شاء الله اللي هو مسبح الدايموند الغني الاسطوري العملاق، يعني مسبح او المسبح العملاق. اوكي صعدنا، يعني هسه احنا هذا صعدنا كل لا شيء بصراحه، كل شيء ما يسوى، بس راح نصعد بعد ان شاء الله، راح نصعد للسماء. اوه شوف البرق. اوكي اريدكم اوه شنو يا ساتر شنو هذا البرق؟ طبعا انا قاطع الصوت او قاطع الصوت ما جاي تسمعون صوت البرق، فاريد اسالكم سؤال، شنو الفرق بين الرعد والبرق؟ اللي يعرف اثبت التعليق ماله ويطلع بالفيديو القادم. يلا شباب بنات هاي هذا تحدي لكم، وترحون على جوجل وتكتبون ما هو الفرق بين الرعد والبرق وتغشون، اني يعني اثق بكم. يلا حبايبي الاساطير، وان شاء الله اللي جاوب صحيح يطلع تعليقه بالفيديو القادم ونخلي له قلب. طبعا نختار اول شخص او اول بنية تعلق، مو كلكم تعلقون وتغشون واحد يسرق من الثاني. يلا يلا ليتس جو. اوكي هذا تحدي لكم شباب بنات. اوكي اوه صندوق دايموندي. اوه بيرت كيبل كابل مدري كيبل مدري اه كيبل بيرت كيبل بيرت كيبل شنو بيرت كيبل؟ لحظة اوكي لحظة شنو هاي الصورة اللي موجودة عليه؟ اي دونت نو بيرت كيبل كيبل السلك الطائر مدري شنو، والله العظيم ما اعرف، بس راح نقفز اعلى قفزه بالعالم. اوه والله اعلى من هذا البرج حتى. يلا ثلاثة اثنين واحد ويي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 ي
احنا كملنا المهمة الأخيرة هاي يا شباب يا بنات. يلا شباب بنات أنا كملت المهمة هاي. أوكي أوكي وإن شاء الله راح نفوز ونكتشف المخبأ السري. والله أنا متحمس أكثر من عندكم والله العظيم متحمس جدا جدا. أو يا سطر البرق الخرافي اللي موجود. أوكي أوكي يلا احنا وصلنا وصلنا يا عيال وصلنا. ها بشر سويت المهمة؟ اي سويت هاي المهمة الأخيرة جبت هذا البيرد كيبل ما ادري شو يسمونه. خلاص يلا يا اوغا تعال خلي اقول لك وين موجود المخبأ السري. اوه وين موجود يا ساتر وين؟ قل لي اريدك تاخذ لك بكاكس وادوات من المحل بسرعة. اخذ الادوات الاربعة او الخمسة بسرعة. ها اوكي اوكي لازم ناخذ هسه اول مرة السيف تمام والبيكاكس والشفول والاكس. وين الاكس؟ الاكس الاكس يا شباب جب. اوه هذا الاكس اوكي وهاي الهو ما ادري ايش اسمها. اوكي جبت هاي الادوات عمو. خلاص هسه اريدك تروح للبيت مالك بسرعه. اوكي اروح للبيت مالي ليش شكو؟ روح واسكت خلي اقول لك وين مكان المخبأ السري. ها
اوه والله صحيح، قال روح للبيت مالك. ليش اروح للبيت مالي يا ساتر؟ طبعا لا تقول لي هنا، انا مستحيل اكو مخبأ سري هنا. لا 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 لا، مو هنا، انا مو هنا، انا ادخل البيت حبيبي ادخل، انا يقلك وين. اوكي ندخل للبيت مالي ما عندي اي مشكله. اوكي انا دخلت للبيت مالي، يلا وين المخبأ السري؟ شوف هاي الخريطه هي خلاها ابوك الله يرحمه، تمام؟ يعني ابوك سوى له مخبأ سري وفقط انا كنت اعرف مكانه، وحاليا راح اساعدك واقول لك وين موجود. اوه يعني بابا ترك لي كنز اسطوري مو مخبأ اسطوري؟ ايه، هسه اريدك تروح تنام بسرعه. اوه اروح انام تستاهل. اوكي شباب بنات يلا اني نايم. اسكت ونام يلا، خد تصير الدنيا الصبح يا غبي. اقعد يلا اقعد. قعدت قعدت. يلا روح للمخبأ مالتكم. وين المخبأ؟ انا اصلا ما اعرف وين موجود. انتم عندكم غرفة تحت الارض مو؟ اي عندنا غرفة تحت الارض. يلا تعال اقول لك وين الغرفة مالتنا تحت الارض. يلا وين هي قل لي. نفتح هذا الباب ونروح ننزل هنا نشوف هاي الغرفة مالتنا تحت الأرض، بس ما بيها شي فقط دايموندات وأشياء بسيطة. شكلك أنت ما تعرف وين المخبأ السري. أوه لا تقولي هذا الصندوق مستحيل. لا يا أوغا، المخبأ السري موجود خلف هذا الجدار. مستحيل ماكو أي شي خلف الجدار يا أخي، شنو تضحك علي؟ لا يا أوغا كلام حقيقي 100%، أنا صديق أبوك وما أكذب عليك، المخبأ السري اكسر هذا الجدار وراح تلقاه إن شاء الله. وإذا ما لقيت المخبأ السري؟ شوف أنا أيضا عندي تحدي، أريد أسأل المتابعين والمتابعات الأساطير سؤال بسيط، منو اخترع ماينكرافت؟ سهل هذا السؤال. لا 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 تجاوب، اريد المتابعين والمتابعات الاساطير يجاوبوني، واللي يجاوب بشكل صحيح راح يدخل اسمه بغرفة المتابعين او غرفة المشتركين. اوه شباب بنات يلا كلكم كتبوا بالتعليقات منو اخترع ماينكرافت. يلا ادخل للغرفة بسرعه. والله مستحيل اكو غرفة هنا، خليني اكسر هاي يا شباب وجبن. لا مو هاي، بالنص. اوكي بالنص بالنص ما عندي اي مشكله. هاي شنو؟ هاي شنو؟ وات؟ هاي شنو؟ مو قلت لك الغرفة السرية هنا أنا موجودة؟ والله صرت غني يا ساتر. اوه ماي جود، شنو هاي الغرفة الخرافية؟ جولد، اوه ماي جود، واميرالد ودايموند. اوه صرت غني. ايه صرت غني، الف الف مبروك لك يا اوغا، وهسه اريد المتابعين ايضا يباركوا لك ولان صرت غني. وبهاي المناسبة اني ما دام صرت غني راح اتبرع بنص الفلوس اللي عندي للفقراء لان يستاهلون شباب بنات. اوه والله كفو، ان شاء الله بميزان حسناتك. اوكي يلا يلا اوكي، خلينا نجيب هاي الاغراض شوية شباب بنات. اوكي وشوية دايموندات حتى نروح نساعد بهن الفقراء. انت ابقى هنا أنا احرس المكان. خلاص خلاص راح احرسه. اوكي شباب بنات حتى ما يهرب. هاي افتح لي الباب حتى ما تهرب. اوكي شباب بنات فوصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المشاهدة، لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وما احب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامة، باي باي.